أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وإحنا في حلقة جديدة في سيزون جديد، ورجعنا وحقيقي وحشتونا ويعني مبسوطين إن نبقى معاكم تاني في برنامج لماذا، ونشوفكم زي ما كنا بنشوفكم زمان، ومعانا زي كل أسبوع. إزيك يا إيهاب؟ إزيك يا مبسوطين إن إحنا نرجع مع بعض كلنا تاني، الحمد واتكلمنا لله. على المواضيع الهايلة اللي كنت اتكلمنا فيها قبل كده. نشكر ربنا كله تمام، وكانت أجازة سعيدة، وكان الناس وحشانة، وكان ويميس البروجرام يعني. أوي أوي بجد. انا شخصيا لسه راجعه من مصر، وكانت في مصر جميله جدا. طبعا كانت حلوه قوي قوي، فاللي ما راحش مصر بقاله مده يا ريت تروح، وبجد هتنبسطوا. It's really طبعا nice. مصر بس نتمنى ان انتوا تكونوا قضيتوا اجازه حلوه مع عائلتكم، مع الاسره بتاعتكم، مع اصحابكم واصدقائكم، ومع الكنيسه طبعا. ويكون سنة سعيدة إن شاء الله على الناس كلها، ان شاء كون الله سنة كلها خير وسلام وبركة على مصر وشعب مصر والناس كلها. ان شاء الله. احنا دلوقتي عندنا موضوع جميل هتكلمنا فيه ايهاب النهارده، وعايزين نبتدي بيه. هدي هنت: في جبل الوحوش نام وما همهوش، وغراب يجي بنص خبزه وما ينساهوش، 90 سنة لوحده عاش، ووجه انسان ما يشوفهوش. يا انبا بولا علمنا ازاي نطمن ونقول الخوف ده ما نعرفهوش، عشان مسيحي وربي في قلبي وما بسيبهوش. هنتكلم جميلة النهارده أوي. عليه. ميرسي، ثانك يو. اتكلمنا النهارده على مين ده؟ ايه طبعا احنا الأنبا بولا هنحتفل بعيد يوم الثلاث إن شاء الله، فطبعا مش معقولة هتفوت الفرصة دي مش هنتكلم على الأنبا بولا. طبعا وإحنا بنتكلم على الأنبا بولا مش هنقدر نسيب الأنبا أنطونيوس، طبعا بس الاتنين مع إحنا بعض. طبعا وأكترية الصور اللي بترسم الأنبا بولا ما تقدرش تفصله عن الأنبا أنطونيوس، وأكترية الصور اللي بترسم الأنبا أنطونيوس ما تقدرش تفصله على الأنبا بولا، عشان الاثنين بيشتركوا في حاجات حلوه قوي، ان ده اول السواح وده اول الرهبان، والاثنين كانوا بعاد عن بعض فتره طويله بس اتقابلوا، ولما اتقابلوا حصل معجزات وحصل حاجات كتير جدا هنكفرت النهارده ونتكلم عليها. بس ازاي واحد عايش في الجبل في ناحيه وواحد عايش في الجبل في ناحيه تانية، ويتقابلوا عن طريق ربنا. ربنا اللي يقول للأنبا أنطونيوس، هنشوف القصة ونعرف. بس قبل ما نبتدي طبعا تكلمنا بقى من الأول خالص كده، أنا عايزك تكلمنا عن نشأته وميلاده، وليه إنسان غني جدا زيه كده يسيب كل حاجة ويمشي ويعيش فقير جدا لدرجة يعني زاهدة جدا. عايزة أتخيل برضو معاك واحد يعني ساب كل حاجة وعاش لوحده في الصحراء، وهل الشياطين سابته؟ يعني مش ممكن تكون سابته في حلو. طبعا وعملت إيه فيه؟ بنتكلم عن واحد يعني عاش حوالي 90 سنة ما شافش إنسان. فطبعا نبتدي بس بالإنجيل قبل ما ننسى، عشان كلمة ربنا توجهنا وتساعدنا وتقوينا. بيقول في إنجيل متى الإصحاح الخامس من آية 1 لآية 12، ودي تبقى كويسة للأنبا بولا. بيقول إيه السيد المسيح: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للرضعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقاء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. احنا بنتكلم مش عشان بنتكلم على قديس، احنا بنتكلم على حقبة واحد ابتدى أول السواح. أول واحد يمكن يعرفه التاريخ إن هو يعيش كده 90 سنة، يمكن ما حصلتش تاني في التاريخ، ما حدش وصل. الأنبا بولا قعد 130 سنة، عاش 130 سنة، ما حدش في التاريخ كله للأسف. حتى المفروض ده يعني لما كنت بعمل بعض الكورسات في جامعة مكواري هنا، واتكلمنا على الرهبنة وازاي الناس دي بتحترم الأنبا بولا أنبا أنطونيوس، وازاي ابتدوا الحاجة دي، المفروض ده تاريخ يتدرس في مصر. هنلاقي للأسف عندهم الحقبة الرومانية والحقبة اليونانية والحقبة الفرعونية، وبعد كده يخشوا على الحقبة الإسلامية، ما يعرفوش حاجة عن الحقبة القبطية، مع إن دي مهمة جدا. إن ما فيش حد اترهبن أو راهب في العالم كله ما تعلمش من رهبانة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، وكل الأسامي الكبيرة جدا اللي في الغرب جت اتعلمت، واللي ما تعلمتش لحد دلوقتي أقوال الأنبا أنطونيوس بتدرس في الرهبنة
وفي بستان الرهبان، واي حد يدرس رهبنه على اي حد، حتى الكنيسه الالمانيه اللوثريه بيدرسوا الانبا انطونيوس واقواله، والبردي بتاعه، والانبا بولا واقواله، بيدرسوا حياتهم ازاي الناس دي ابتدت طريق ما حدش ابتدى قبل كده. حاجه رهيبه. نبتدي بقصه حياه الانبا بولا. اولا ولد سنة 228 وتناح 343، بيقولوا بلد في اسكندرية أو جنب الاسكندرية. أبوه وأمه كانوا أغنياء جدا وتركوا له فلوس. ابتدى جوز أخته لما والده توفى طمع في الفلوس، فسألوا إن يديله الورث بتاعه، مرضاش، طمع في الفلوس، فقال له لا ده كده يعني مش كويس، أنا هروح للقاضي. وهو ماشي في الطريق يروح للقاضي لقى واحد غني جدا خارجين واخدينه ورايحين يدفنوه، فبيسأل لهم مين ده؟ قالوا ده واحد غني قوي في البلد هنا، وراح خرج وخرج من الدنيا ورايحين ندفنه. والناس بقى بتتكلم بقى وهي ماشيه في الجنازه، فهو ماشي معاهم في اليوم اللي كان رايح ياخد جوز اخته للمحكمه او للقاضي عشان يحكم بينهم، اللي عمال يقول شايفين الراجل الغني ده اهو خرج ما خدش حاجه معاه، شايفين الانسان ده كان عنده سلطه وجاه وخرج، الكفن بتاعه ملوش جيوب، في مثل اسباني بيقول كده، شايفين الراجل ده ما خدش اي حاجه. ابتدى الانبا بولا بقى يفكر في الكلام ويفكر في الكلام، فمسك جوز اخته قال له لا انت روح انت، انا مش عايز حاجه منك. ابتدى راح مغاره وقعد 3 ايام يصلي ربنا يا رب ارشدني للطريق اللي انت عايزني اعيش فيه، يا رب انا مش معقوله اعيش واتخانق على الفلوس واموت وما عملتش مشيئتك، قول لي اعمل ايه. ابتدى ملاك يظهر له ويرشده لحد ما راح البرية الجوانية اللي هي جبل النمور دي. لما راح هناك كانت في مغارة كده وليها باب شكله كويس، أو كان باب بيقفله، والمغارة دي كانت أيام كليوباترا كانوا بيعملوا فيها النقود، بيزيفوا بها النقود، ولقى جنبها نخلتين ولقى عين مية، فعرف إن ربنا اللي أرشده يروح المكان ده. راح المكان ده وابتدى يقعد. يقعد قد إيه؟ أسبوع ويركع تاني؟ لا، اسبوعين؟ لا، 3 اسابيع. قعد يقعد، وكل ما يقعد ما يرضاش ينزل، وكل ما يقعد ما يرضاش ينزل، لحد ما قعد حوالي 90 سنة لم يرى وجه انسان. انا مش عارف الانسان ده عمل ايه يعني. انا كون ان واحد يسيب حياته في وسط برية، يعني ما فيش نور، ما فيش تليفون، ما في، انت بتتكلمي في عصر يعني ما كانش فيه يعني واحد ما خافش، وحوش الجبل اسمه جبل النمور مليان وحوش، حتى لما تنيح يجي اسدين يحفروا القبر بتاعه مليان نمور وحوش، لو كان حتى اتاكل هناك ما حدش حس بيه. لكن تبين لك حاجه مهمه جدا، ان ربنا بياخد باله من كل واحد، حتى واحد في وسط جبل بحاله. ده اللي اصعب من كده ان ربنا كل يوم كان بيبعت له غراب بنص خبز. وغراب ايه يعني؟ ده قعد 90 سنه، عدى عليه كام غراب؟ يعني قصه رهيبه، قصه جميله جدا. عدى عليه كام غراب ويجيب له في نفس الوقت نص الخبزه؟ بير الميه اللي يطلع ميه ده على طول ما نشفش؟ النخل ده اللي قعد 90 ولا 100 سنه ما وقعش؟ الحاجات دي كلها تحس ان ايد ربنا بتحافظ على كل واحد فينا. ويجي الناس تقلق ان الشغل ما فيش شغل، وتيجي الناس تقلق ان الفلوس مش قد كده، وتيجي الناس تقلق اي حد قلقان من اكله ومن رزقه ولا خايف على اولاده، يقول لهم بصوا للانبا بولا كان في جبل، في جبل ده جبل كان كله وحوش ولا في نور، كان بيعمل ايه؟ ما كان بيلبس ايه؟ كان بيلبس ليف بتاع الخوص بتاع شجرة البلح النخلة. يعني كان بيعمل ايه في البرد ما تعرفيش، كان بيعمل ايه في الساند ستور ما تعرفيش، كان بيقرأ ازاي، ما ده حاجات رهيبة، حاجات رهيبة. وكل اللي ما كان معاه انجيل ومحبته ربنا. 90 سنة، انا مش عايز حاجة من العالم، انا بس عايز اقعد مع ربنا. ونجح جدا في قعده مع ربنا. يعني حاجة رهيبة. أنا أنت بتحكي الحكاية وبعدين أنا بقول الواحد لما بيطلع كده بس في كامب ولا حاجة وبعدين بيرجع بيبقى مستغرب الدوشة والنويز والتليفونات وكده، تخيل 90 سنة. 90 سنة. طب أنا سؤالي بقى ليك بقى، أول مرة نزل العالم عمل إيه؟ هو ما نزلش العالم خالص ولا مرة.
هو بس حصل لقاء بينه وبين شخص واحد، ده اللي شافه، أيوة. وربنا أعد الشخص ده يشوفه ويعرف قصته علشان يكتب القصة بتاعته. حصل إيه للشخص ده؟ كان الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس هنتكلم على قصته بالتفصيل، بس هو ده الجزء اللي بيتقابل فيه مع الأنبا بول. الأنبا أنطونيوس وصل وهو عنده 90 سنة واقف بيصلي، بقى جاله فكر إن أنا أول واحد في البرية ومفيش حد في البرية هنا غيري. فربنا رد عليه بقى، قال له كلام حلو قوي، عايز بس ربنا قال له في واحد في برية جنبك، كان حوالي يومين أو 3 أيام ماشي، الراجل ده بصلواته النطر بينزل، والراجل ده بصلواته أنا برفع الأمراض عن العالم، والراجل ده بصلواته النيل بيفيد والناس بتاكل، والراجل ده بصلواته ربنا بيبارك العالم. قال له مين ده؟ قال له في واحد اسمه الأنبا بول. قال له لازم أشوفه. أنبا أنطونيوس خد العصاية بتاعته وابتدى يدور على الأنبا بول، ويمشي ويدور، قعد 3 أيام لحد ما لقى طريق كده فيه ضبعة عمالة تجري، فطلع وراها لقى الضبعة دخلت في جحر، والجحر شكله منور من بره، فقال يبقى هو ده أكيد الأنبا بولا اللي ربنا كلمنا عليه. راح خبط على الباب، الأنبا بولا جاب زلطتين كده الأنبا أنطونيوس وخبط عليهم عشان يسمعوا. الأنبا بولا حس إن في حد بره، قفل الباب. فالأنبا أنطونيوس قعد يقول له يا أبي افتح لي، مفيش حد معايا، أنا عارف أنت مين، بس افتح لي أخد بركة. مرضاش يفتح له، قال له مش ماشي، هموت هنا وابقى أنت ادفني بعدين. فقام فتح الباب، تعانقوا عناق طويل جدا. تخيلي واحد ما شافش بني آدم 90 سنة. واو. 90 سنة. أول إنسان يشوفه بعد 90 سنة. وقعدوا وقفوا يصلوا مع بعض بعد تعانقوا مع بعض، وده ندهله باسمه وده ندهله باسمه، يعني الاثنين كانوا عارفين بعض. يعني بقول لك قصص رهيبة، يعني أول السواح مع أول الرهبان وعارفين أسامي بعض، وهنتكلم عن المعجزات اللي كانت بيعملوها، وهنتكلم على كل ده. والأنبا أنطونيوس قعد معاه، فالأنبا بولا سأله كده بعض الأسئلة الظريفة كده. عايزين نعرف بقى بعد 90 سنة الأنبا بولا ممكن يسأل الأنبا أنطونيوس ويقول له إيه؟ حاجات يعني، أول حاجة كان عارف، قال له أخبار الأنبا أثناسيوس إيه؟ كان عارف البطرك اللي موجود إيه؟ وقال له أخبار بدعة أريوس إيه؟ فالأنبا بولا مش أول السواح بس، ده عارف كل حاجة. وقال له إيه؟ قال له لسه الناس بتبني بيوت جديدة في المدينة القديمة؟ وقال له لسه أنهي حكومة اللي بتحكم دلوقتي؟ وقال له النيل بيفيض، وقال له لسه الناس بتقع في الخطايا بتاعت إبليس. وقعدوا يتكلموا مع بعض، والأنبا أنطونيوس يشرح له ويفكره ويفهمه. لما قعدوا يصلوا جه وقت الغروب. طب يعني هو كان مش موجود معاهم بس هو عارف كل أخبارهم. طبعا عارف كل عشان حاجة، كان هو موجود معاهم. عشان كده بنسميه السواح. السواح دي طاقة أو دي رتبة رهبانية عالية جدا، بيكون بالجسد في مكان وينتقل لمكان تاني. أصل مش معقول الأنبا بولا طول الوقت كل ده ما حضرش قداس، ومش معقول الأنبا بولا طول الوقت ده ما تناولش، ومش معقول الأنبا بولا طول الوقت ده بعيد عن الوسائط النعمة. طبعا ما هي الحاجات أسرار، يعني 90 سنة كل اللي اتكتب عنه الجزء إن الأنبا أنطونيوس قاله للبابا أثناسيوس، والبابا أثناسيوس كتبه باللغة اليونانية، وجيروم ترجم القصة بتاعت الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، وابتدت الرهبنة في العالم عن طريق القصة بتاعت الأنبا بولا وأنبا أنطونيوس. وكان في ناس خطاة كتير جدا بتتوب لما بتقرا القصتين دول، ومنهم أوغسطينوس القصة اللي أثرت فيه، أو قصة الأنبا أنطونيوس فيتا أنتوني اللي أيوة ترجمها اللي ترجمها جيروم من القصة اللي كتبها البابا أثناسيوس. أيوة. هم بيصلوا بقى، وقفوا يصلوا، وجي وقت الأكل، بيبصوا لقى الغراب 90 سنة يجيب له نص خبزة. في اليوم ده عمل إيه الغراب؟ جاب له خبزة كاملة. فالأنبا بولا قال له شفت، عشان إحنا خدام ربنا، ربنا بيجيب لك خبزة كاملة. كسرة الخبزة دي لوحدها كانت قصة تانية، قصة تانية. الأنبا بولا يقول له يا أبي أنت ضيفي، اكسر الأول. أنبا أنطونيوس يقول له يا أبي ده أنت أقدم مني، اكسر الأول. يقول له يا أبي أنت ضيفي لازم تكسر، يا أبي أنت، يا أبي أنت. قعدوا فترة طويلة مش قادر. قال له طب بص نعمل حاجة تانية، أنت امسك نص وأنا أمسك نص ونقسم مع بعض وقسم مع بعض. وده التراديشن اللي لسه لحد دلوقتي، الكاهن لما يجي كاهن يدي لقمة بركة لكاهن تاني يقول له
هو يقطع من نفسه، ما هو الكاهن ما يقطعش يديله، يديله قربانه هو يقطع وياخد ويقطع. حته لنفسه. اوكي، فهي جت من هنا بقى. جت من هنا. طيب طلب ايه الانبا بولا من الانبا انطونيوس قبل ان يحتو؟ الانبا بولا قال للانبا انطونيوس: ربنا بعتك هنا ليا علشان توري جسدي في التراب. فقال له: ابي معقوله؟ طب خليني معاك ونموت مع بعض. قال له: انت لسه دور على خلاص نفسك ورهبانك، انا عايزك تروح تجيب لي التوب اللي البابا اثناسيوس اداهولك. وطبعا هو عارف ازاي ان التوب ده كان الملك قسطنطين هو اللي كان اداهوله، وهو جابه البابا اثناسيوس هديه ده للانبا انطونيوس. فهو طبعا مش محتاج التوب ولا حاجه، هو مش عايزه يكون موجود في وقت ناحت الانبا بولا. الانبا انطونيوس قال له: حاضر يا ابي. صلى معاه وراح عشان يجيب التوب بتاع الانبا اثناسيوس اللي اداهوله هديه. وهو راح التلاميذ بتاعته: انت فين يا ابي؟ بندور عليك في الجبل. قال لهم: انا مش راهب، انا اللي شفته النهارده ده ما بقتش راهب. انا شفت يوحنا المعمدان او شفت ايليا النبي في البريه، ده انا كومبير لي انا ولا حاجه. قال له: ازاي يا ابي؟ احكي لنا. قال لهم: بصوا بقى، للكلام وقت وللسكوت وقت، انا عايز اخد التوب والحق ارجع. خد التوب بتاعه، وهو راجع في الطريق لقى الانبا بولا صاعد للسماء بالملائكه. فبص كده وشاف، فقال له: يا ابي كده ما تستنانيش. راح لقاه ساجد، فافتكره لسه عايش، فقعد يصلي جنبه، وقعد فتره طويله بيلمسه كده، لقى تنايح. صلى عليه المزامير وصلى عليه، وبعد ما صلى عليه قال: طب انا ما جبتش جاروف معايا ولا اي حاجه، احفر الارض. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قعد يصلي ربنا، وهو بيصلي لقى اسدين كبار جايين وجم وطاطوا كده جنب الانبا انطونيوس، فعرف ان ربنا اللي بعته. ومستنيين منه الاشاره ان هم يبتدوا. طبطب عليهم وخلاهم يبتدوا، قعدوا يحفروا 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 لحد ما دخل جسد الانبا بولا في الحفره، وبعد كده صلى عليه وردم كل الحفره. بس طمانينه غريبه، يعني لو اسدين جم انا هجري، انا مش هبقى فاكره ان هم جايين يحفروا حفره. يعني احنا بنتكلم مع ناس عندها قوه ايمان مش معقول، وناس وصلت العيشه الفردوس على الارض. ما هو ده بيفكرنا بايام ادم وحواء في الفردوس، موجود ومعاهم الحيوانات. بيفكرنا بايام نوح لما كان في الفلك ومع الناس دي كلها. بس الناس دي بتوصل لدرجه روحانيه جامده جدا، ان الحيوانات والوحوش بتخضع ليهم. زي الانبا برسوم العريان لما كان معاه التعبان في فالناس دي لما ما بيبقاش عندها خطيه في حياتها بتطلع درجتها عاليه جدا للانسان في ايام الفردوس. لكن اللي بيخلي الشيطان الحيوان المفترس يقوى على الانسان بسبب الخطيه اللي احنا بنقع فيها، بسبب الخطيه. طيب الانبا بولا ليه قول مشهور جدا، تفكرنا بيه؟ الانبا بولا ليه قول مشهور قوي، حاجه واحده بس اللي مكتوب عنه. قال: من يهرب من الضيقه يهرب من الله. ودي تبين برضو الراجل ده كان مختبر حاجات كتير جدا، هو ما قالش كده من فراغ. يعني كل ما الواحد بيبقى في ضيقه، كل يعني انا عايز اقول مثلا الانبا بولا لو في يوم من الايام صحي وما لقاش فيه ميه كان هيعمل ايه؟ هيصلي. لو في يوم فكل ما بيقع في ضيقه بيعمل ايه؟ بيصلي. كل ما يصلي بيقرب منين؟ من ربنا. لو يوم في الايام الغراب نسيه مثلا، واخد اجازه ولا حاجه، كان هيعمل ايه؟ كان هيصلي. فيصلي يقرب من ربنا. فبيقول لنا النصيحه دي: من يهرب من الضيقه يهرب من الله. وده يقول لنا برضه لما تبقى في ضيقه ما تخافش. عايز تهرب من ربنا؟ لا، انت كل ما تبقى في ضيقه بتقرب من ربنا. كل ما تبقى في ضيقه بتحس ايد ربنا معاك في الضيقه. الانبا انطونيوس بعد ما الاسود حفروا وحطوا، خد التوب الليف اللي لابسه الانبا بولا ودفنه بالستره اللي كانت بتاعته اللي جايبها له من البابا اثناسيوس اللي كان اداها للانبا انطونيوس. الانبا انطونيوس اداله، وخد التوب الليف ده ورجع بيه الاسكندريه، وراح قابل البابا اثناسيوس وحكى له كل القصه. بابا اثناسيوس فرح جدا بتوب الليف ده، وكان بيلبسه 3 مرات في السنه، في عيد الميلاد وعيد القيامه وعيد الغطاس. وعايز يوري للناس بركه التوب الليف ده عمل ايه. كان في واحد ميت داخل الكاتدرائيه صلوا عليه، فالبابا اثناسيوس خد توب الليف ده وحطه على راجل الميت. الميت قام من الموت. ورى للناس عظمه الانبا بولا.
انبا اثناسيوس بعت بعض الرهبان تجيب جسد الانبا بول عشان يحطوه في مكان عظيم ليه. قعدوا يدوروا يدوروا ما عرفوش شلون؟ يوصلوا المكان، لحد ما ظهر الانبا بول للبابا اثناسيوس وقال له رجع الرهبان مش عارفه في المكان. بعدها بشويه بقى ابتدت الرهبان تتلف حوالين المكان اللي فيه المكان اللي اتدفن فيه الانبا بول، وبقى دير الانبا بول العامر الكبير جدا اللي احنا بنشوفه ده. بس هم لقوا جسده يعني. هو موجود المكان، يعني انا زرت دير الانبا بولا موجود المكان، عارفين ان الجسد في الحته دي، الحته دي بس بس الجسد ما نفسه. طلعوش الجسد. ما طلعوا، هم عارفين في مكان ده بيقول لك الجسد في الجسد المكان ده كان موجود بالظبط، بس هنا. ما طلعوش زي جسد الانبا بشوي مثلا او حبيب جرجس او الحاجات دي. اي انا شفت المكان اللي هي في الكنيسه الاثريه بتاع دير الانبا بولا، ولو حد سامع او يقول لنا لو طلعوا جسد، بس انا متهيألي لحد معلوماتي لحد ما قريت كل الكتب اللي حضرت منها ان هو لسه ما طلعش. مثلا. طب هما الناس بتبتدي امتى تعرف حكايه الانبوبوله مثلا؟ اول لما بقى الستر بتاع يعني، احنا عارفين مثلا ان القديس اثناسيوس كان عارف على الانبوبوله، وبعد كده لما جه ولما لبس الستر، يعني بيعرفوا امتى بقى الناس تبتدي تحكي حكايه ابتدت الناس الانبوبوله؟ تعرف عن الانبا بولا اول ما الانبا اثناسيوس اتنفى لتريف، بلد كانت جنب بلجيكا وفرنسا. لما راح هناك الانبا انطونيوس ده كان حاجه رهيبه، العالم كله كان بيتكلم عليه لما نتكلم عن قصته، لدرجه ان الناس زقوا الباب ودخلوا له بعد 30 سنه وقفل الباب. فالانبا اثناسيوس لقاهم ناس كتير بتساله على الانبا انطونيوس، تساله على الانبا انطونيوس، قال لهم انا شايف ان انتم مشغولين جدا بالانبا انطونيوس، انا لازم اكتب لكم قصته. فلما كتب الانبا اثناسيوس القصه باللغه اليونانيه، ودي كانت اللغه بتاعت مصر في الوقت ده، وكانت اللغه دي في بتاعت اوروبا والحاجات دي اللغه اللاتينيه، وجي جيروم ترجم القصه بتاعته، ابتدت العالم كلها تعرف مين الانبا بولا. وابتدى الرهبان بتوع الانبا انطونيوس، الانبا انطونيوس لما رجع بقى حكى للرهبان ولاده، والرهبان بتوعه هم اللي حكوا لبلاديوس، بلاديوس ده اللي كاتب بستان الرهبان، وابتدوا يعرفوا قصه الانبا بولا كلها. بس كتير نعرف معلومات عنه؟ لا، اللي قاله لنا بس الانبا انطونيوس، عشان هو الوحيد اللي قعد مع الانبا بولا، وهو الوحيد اللي الانبا بولا حكى له القصه، وعلى ما رجع تاني كان تنيح. خلاص تمام، ناخد معجزتين ثلاثه يا كده ريت. من الانبا بولا. الانبا بولا المعجزه الاولى كان في رحله طلعت سنه 1981 وراحت الدير هناك، وجون يعني عشان تروحي رحله البحر الاحمر لازم تبيتي، يا تبيتي في الانبا انطونيوس ثاني يوم تروح الانبا بولا، يا تبيتي في الانبا بولا وثاني يوم تروح الانبا انطونيوس. فبيته هناك طبعا 91 كان لسه 81 81 كان لسه الدير ما فيهوش مكان كتير قوي للضيافه، فكان قالوا الرجاله تخش جوه لوحدها الدير والستات تبيت في المضيافه اللي بره. الستات زعلت جدا وقالت ليه احنا نبيت بره، احنا عايزين ناخد بركه الانبا بولا ونبيت في الدير جوه. قال لهم لا ما ينفعش، الستات تبيت بره. المهم قالوا ايه، نصلي صلاه النوم مع بعض. ابتدوا يصلوا صلاة النوم ولقوا طاقة في الكنيسة، شايفين الكنيسة هم من بره، وشايفين الكنيسة جوه الأنبا بولا ظهر لهم. وكان واقف على الكنيسة في الطاقة دي طول الليل، لكنه يعني بيقول لهم معلش هم زعلوكم ما دخلكوش، أنا طلعت لكم بره هنا. دي معجزة حصلت سنة 81. معجزة تانية واحدة أرملة كاتباها في كتاب معجزات، معجزة جديدة. كان ست أرملة عندها بنتها، وكانوا حزانه جدا ومتضايقين جدا وزعلانين جدا ونايمين ومتضايقين جدا. الست بتقول قمت بالليل عشان اشرب، اللمبه اللي كانت عايشه عليها اللمبه جاز لقيتها مطفيه. بتقول قعدت احسس كده لحد ما جبت شويه ميه شربت وجاي انام تاني، لقيت سقف الاوضه عمل زي قبه، والقبه دي نورت الاوضه جامد جدا، ولقيت الانبا بولا واقف قدامي وعمال يبارك فينا انا وبنتي. وقعدت اقول يا انبا بولا، يا انبا بولا شيل الحزن مننا، يا انبا بولا شيل الحزن مننا، وصحيت بنتي وباركنا واختفى. في قصه تاني، واحد كان عامل نظافه بينظف الكنيسه، عمال بينظف الكنيسه الساعه 6 بعد الظهر، وينظف الكنيسه الساعه 6 بعد الظهر، خرج من الكنيسه بيبص لقى الكنيسه منوره جامد جدا. الراجل دخل عشان يبص على الكنيسه تاني، ايه اللي حصل؟ الكنيسه نورت كده ليه؟ انا سايبها مقفله. بيبص لقى الانبا بولا ماسك شوريه وماشي بيها، ودخل الهيكل، دخل ورا الهيكل لقاه واقف يصلي على المذبح كده وعمال يبص لفوق. فالراجل بيبص له بيقول بص لي كده، عينيه واسعه دقنه بيضه وطويله، وبص له كده قعد معاه شويه وقام اختفى الانبا بولا. ليه معجزات كتير. انا في معجزه برضو ولد صغير اتولد وعنده حاجه في المخ، برضو اتشفعوا اهله بالانبا بولا والست العذراء،
وربنا شفاه من حاجه في المخ، كان عنده حاجات بتنزل له في المخ، وبعد كده كانت حالته خطيره جدا، وكانت عمليه كبيره جدا هتتعمل، وشافته العذراء والأنبوبة. والأنبوبة قصه رائعه، جميلة قصه طبعا. جميله جدا. وبعدين احنا لما بنتكلم على الأنبوبة ما ينفعش ما نتكلمش عن الأنبا أنطونيوس. فاحنا بعد ما نرجع من البريك هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، وهنتكلم النهارده على الأنبا أنطونيوس. بس قبل ما نطلع احب افكر حضراتكم بمواعيد البرنامج بتاعنا، علشان في كتير بيتسألوا هو امتى الاعداد. فانا هقول لكم بلد بلد. سيدني اللايف شو بيبقى فرايداي الساعه 6:30، يوم الجمعة الساعة 6:30 بالليل، يوم السبت الساعة 9 بالليل والتاسعة الصبح، ويوم الحد الساعة 7 بالليل. في كاليفورنيا يوم الجمعة الساعة 2 بعد الظهر، ويوم السبت الساعة 2 الصبح و6 بعد الظهر، ويوم الحد في منتصف الليل. واللايف شو في كاليفورنيا بيبقى يوم الخميس الساعة 11:30 بالليل. مواعيد مصر اللايف شو بيبقى يوم الجمعة الساعة 9:30 صباحا، وبعد كده الإعداد بتبقى يوم السبت في منتصف اليوم، مش منتصف الليل، منتصف اليوم، ويوم الجمعة بيبقى في منتصف الليل، ويوم الحد الساعة 10 صباحا. ودي المواعيد بتاعتنا دلوقتي، فياريت تتابعونا في المواعيد والإعداد دي، وياريت تلاقوا وقت اللي هو يناسبكم عشان تتفرجوا وتبقوا متابعين معنا. هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع لكم تاني ونكمل معاكم. كنيسة الأبطال في مجمع الأبطال، قائم بكل وقار إن يطلب أنطونيوس، قائم بمجد عظيم مع لباس المسكين في طقس السرافيم، إن يطلب أنطونيوس بصلاة روحانية بحياة للشمس البرية، من يطاب أنطونيوس بجهاد في الصلوات عشرات السنوات، بدموع في الميطانيات، من يطاب أنطونيوس بنسك في الأسوام على مدى الأيام، بنفس لا تنام، من يطاب بزهد في اللذات بهذه في الإلهية، وتأمل في الروحيات، إن يطاب أنطونيوس صوتة روح إيليا ولحن النبية ويوحنا بن زكريا، إن يطاب أنطونيوس في الشياطين من قلبي كالآمي وصلاة كل حين، إن يطاب أنطونيوس حربك مدة طويلة بدل كل وسيلة بكم حين وحيلة، إن يطاب أنطونيوس بأختك ذكروا لكي ما يقلقوا بهذا ويرجعوا، إن يطاب أنطونيوس الذهب والمن أمامك على الجبال يضوي بين الرمال، إن يطاب أنطونيوس بطرب وغنى وصور النساء لتسقط في الإغراء، إن يطاب أنطونيوس أتوك بشكل أسود ونمور وفهود بصياح كالوعود، إن يطاب أنطونيوس بآداب لتخف من رؤياهم فوضع أخزاهم، إن يطاب أنطونيوس صرخت يا أقوياء لماذا هدى العناء ترب أنا وهباء، إن يطاب أنطونيوس عجبي لتجمركم على ضعف تظاهر
العاصي يا مثال للمنسحق فتواضع للشياطين بنيوت أظنتونيوس يا قوة وارثك على مدى الأجيال يا ساكن الجبال بنيوت أظنتونيوس يا مثال البتولية والقوة الروحية وهدوء البرية بنيوت أظنتونيوس يا عظيم في جهادك يا حكيم في إرشادك اشفع في أولادك بنيوت أظنتونيوس من أحياك حياتك لم نسلك في صفاتك فاذكرنا في صلاتك بنيوت أظنتونيوس اشفع في مدلتنا وأضع في طبيعتنا في مدة غربتنا بنيوت أظنتونيوس وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ومبسوطين إن أنتم مكملين معانا وعايزين نقول لكم المسابقة بتاعت النهاردة علشان تتشجعوا وتكلمونا هي مسابقة ظريفة عايزين نقول لكم لو عندكم أي معجزة من الأنبا بولا أو الأنبا أنطونيوس حصلت لكم أنتم شخصيا أو تعرفوها يا ريت تكلمونا هي دلوقتي على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين أذكر معجزة أو قصة تعرفها عن الأنبا أنطونيوس أو الأنبا بولا الرقم اللي حضراتكم تكلموه هيبقى رقم في سيدني ده على فايبر هيبقى 0412-409-596 هقولها لكم مرة تانية 0412-409-596 ياريت تكلمونا وتقولون مستنيينكم اوكي احنا دلوقتي اتكلمنا عن الأنبا بولا واحنا بجد كنا زي ما نكون بنحلم يعني كنا حاسه ان احنا في دنيا تانية بنتكلم على ناس يعني ناس من عالم تاني قاعدين في صحراء 90 سنه وعارفين كل حاجه حاصله بره بس برضو مش عايزين يسيبوا المكان اللي هم فيه علشان هو المهم بالنسبه لهم ان هم يبقوا عايشين مع ربنا بس يعني دليل محبته لربنا محبه قويه جدا مش عايز اي حد يشاركه فيها مش عايز يسمع الاخبار مش عايز يعرف مشاكل مش عايز يهمه اي حاجه غير علاقته بربنا وكل ما يقعد اكتر كل ما مش عايز يسيب ربنا أكتر. طبعا انا ما اعرفش المستوى المحبه الرهيبه اللي وصلوا لها دي واتدرجوا فيها دي حاجه صعبه جميل طب احنا اتكلمنا دلوقتي عن اول السياح ممكن نتكلم بقى عن اول الرهبان الانبا انطونيوس طبعا الانبا انطونيوس كان العيد بتاعه يوم الاحد اللي فات وبنحتفل بيه 30 يناير بس طبعا في السنه الكبيسه جه 31 يناير والانبا بولا 9 فبراير بس السنه دي هيحتفل 10 فبراير هيبقى يوم الثلاث عشان طبعا السنه الكبيسه برضو الانبا انطونيوس في برضو قول في الانجيل حلو قوي نقراه ونشوف هو لما سمع القول ده عمل ايه نبص مع بعض لو نبص مع بعض على الشاشه متى 19 من أول آية 16 وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا قال له أية الوصايا قال يسوع لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور اكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني بعد قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذو أموال كثيرة في حتة حلوة قوي هنا اللي أرى الانجيل في الكنيسه كان شماس والانبا انطونيوس كان حاضر الكنيسه واللي هنا في القصه بتاعت الشاب غني اللي قال له الكلام ده المسيح بنفسه فالمسيح هو اللي قال الكلام بنفسه للشاب الغني وللاسف الشاب الغني مضى حزينا لكن الانبا انطونيوس سمع من شماس عادي جدا بس الانبا انطونيوس خد كلام المسيح وعمله
فمش مهم انت تسمعي الكلام من مين، المهم القلب بتاع الانسان مستعد ولا لا انه يسمع الكلام. فدي حلوه كتير جدا. طبعا الناس كتير بيقول لك الكنيسه انا بحضر القداس، القداس طويل بس ما بحسش بحاجه، او وعظه مش عارف طويله او بس ما فهمتش حاجه، او مش عارف ايه او مش عارف ايه، وعمالين بيشتكوا من اللي بيلقي، او بقرا الانجيل العهد القديم ما فهمش حاجه، ومش قادر يعرف ان ساعات القلب نفسه اللي قافل، او القلب نفسه اللي مش عايز يسمع، او الودن اللي مسدوده مش عايز يسمع كلمه ربنا، او بيسمع بس اللي هو عايز يسمعه. احنا قدام قصه عظيمه جدا، تعلمنا لما نروح الكنيسة ركز في القرايات، يمكن ربنا بعت لك رسالة. الرسالة اللي ربنا بعتها للأنبا أنطونيوس من الجزء ده غيرت حياته كلها، وبقى أول الرهبان. احنا بنتكلم مش بنتكلم على قديس عادي، ده احنا بنتكلم على قديس ابتدى طريق محدش في التاريخ ابتدى قبل كده. يعني أكيد ده محارباته كان بيقول له يعني بالظبط كده، أنت هتعمل، أنت هتغير الكون، ما بنسمعها، وما فيش غيرك اللي هيبقى راهب، وبيسمع كلامه وبيسمع كلام، لكن ده كان عارف الطريق بتاعه وكان مكمل، والناس بعد كده هي اللي تبعته، مش هو اللي تبع الناس. فقدام قصه رائعه، احنا نبتدي كده من الاول حبه حبه علشان نفهم قصه الانبا انطونيوس، عشان ده قديس مش اي قديس، ده عملاق بنسميه العظيم، بنشتي الوحيد في القديسين لما في القداس بنقوله بنقول العظيم، بنشتي واللحن بتاعه بنشتي أبا أنطونيوس. طيب احنا عندنا قبل ما نكمل بس عندنا رقم ارضي عايزين نقول لحضراتكم برضو، علشان لو عايزين تقولوا لنا المسابقه وتكلمونا في رقم تاني ممكن تكلمونا عليه، والرقم ده هو 02809093 40، وهو ده اللي على الشاشه دلوقتي. ايوه هو ده اللي على الشاشه دلوقتي، فيا ريت تكلمونا برضو وتقولوا لنا على المعجزات او معجزه حصلت في حياتكم فيها او تعرفوها عن الانبا بولا او الانبا انطونيوس. نتكلم على بدايه بقى عليه بقى على بدايه حياته كده، خدنا برضو من الاول كده زي ما عشنا مع الانبا بولا انطونيوس. هو اول حاجه قبل ما ابتدي، الانبا انطونيوس ده ليه معزه خاصه في قلب البابا شنودة المثلث الرحمات الله ينعمه. اول كنيسه كان بيخدم فيها كانت الانبا انطونيوس شبرا. تاني حاجه لما اترهبن خد اسم ابونا انطونيوس السورياني، ومن محبته للانبا انطونيوس عامل كتاب تاملات للانبا انطونيوس اللي برضه هناخد منه بعض المعلومات هنا. تالت حاجه المديحه اللي سمعناها دلوقتي في الفاصل، البابا شنودة كتبها بايده للانبا انطونيوس في كنيسه الابكار. فكان ليه معزه خاصه، وطبعا اديوره كتير جدا كان بيرسم بيفتتحها البابا شنودة او بيأسسها، كان اسمها الانبا انطونيوس. الانبا انطونيوس اسقف افريقيا، الكهنة كتير جدا انبا انطونيوس، كنايس كتير جدا كان بيسميها باسم الانبا انطونيوس خاصة في المهجر. فكان الانبا انطونيوس ليه معزة خاصة في قلب قداسة البابا شنودة الله ينعمه. الانبا انطونيوس اللي بنتكلم عليه بقى دلوقتي اتولد سنة 251 تنايح 356، عاش 105 سنة. الفترة اللي كانت تولد فيها كانت فترة عصيبة جدا، كانت هرطقة أريوس، وهو كان ليه ساعد كتير البابا أثناسيوس، هنتكلم عن الموضوع ده. أبوه كان غني جدا، عنده 300 فدان في بلد اسمها قمن العروس جنب بني سويف، والأرض هناك أرض قوية جدا، وكان غني جدا، واحد 300 فدان في الوقت ده يعني واحد غني جدا وريتش. أمه توفت، أبوه بعدها بشوية توفى، وبعد كده قعد يبص الجسد ابوه كده لما توفى، وقعد يكلم الجسد يقول له انت فين مجدك وفين عظمتك وفين كل اللي انت كنت فيه، وقعد يفكر بعد ما دفن ابوه بص للجسد كده وتعلم. المهم جدا الانسان يتعلم من الموقف بتاع الموت. الانسان اللي يحصل قدامه الموت او يمر بظروف موت وما يتعلمش منها، الانسان يبقى قاسي القلب ما يتعبش. لحظة الموت دي بتخلي الواحد يعني بيبقى في مفترق الطرق، طب انا لو في المكان ده كنت عملت ايه؟ فالانبا انطونيوس بص لجسد ابوه كده وقعد يفكر. وقعد يفكر، وكان هو كان ليه اخته اسمها ليها اسم كده ديوس، اخته اسمها ديوس كانت اصغر منه بشويه، وقعد يفكر. دخل الكنيسه وعمال يسال ربنا ماذا تريد يا رب ان افعل؟ سمع الشماس بقى بيقول له ايه؟ اذا اردت ان تكون كاملا بيع كل اللي معاك وتعالى اتبعني. فقال الصوت ده صوت ربنا بيفكر في موضوع اخته. دخل الكنيسه بعد كده ربنا بيقول له ايه؟ لا اهملك ولا اتركك.
فعمل ايه الانبا انطونيوس؟ خد ال 300 فدان باعهم، وزع كل فلوسه على الفقراء، خد اخته وحطها في بيت للعذاره، وبعد كده بقى ابتدى طلع بره البلد اللي هو فيها. كان في بعض النساك كل واحد عايش لوحده. يعني الانبا انطونيوس مش اول الرهبان كراهب عاش لوحده ناسك، لا، اول الرهبان اللي عمل قوانين رهبنه ونظام للرهبنه والناس تبعته. يعني ما احنا شفنا قبل الانبا انطونيوس كان في الانبا بول. فكان في ناس قبليه كتير، بس النساك معزولين كل واحد في حته. بس الانبا انطونيوس هو عمل قوانين للرهبنه وعمل طرق للرهبنه، الناس تبتدي ازاي وتمشي ازاي وتكمل ازاي وتعليم الرهبنه. كان بيتعلم من الناس ده التواضع، يتعلم من الناس ده الصلاه، يتعلم من الناس ده كذا والناس ده كذا والناس. بعد ما اتعلم عايز يعيش لوحده بقى، فاتنقل في مكان تاني بعيد شويه. راح ناحيه النهر كده وعاش فيه فتره، وهو عايش في النهر كده لقى واحده نازله قلعت هدومها ونازله تستحم. فقال لها: يا ست انت مش مكسوفه ان انت تنزلي تستحمي قدام راهب كده؟ قالت له: راهب؟ راهب ايه؟ هو في راهب يعيش جنب النيل؟ انت لو راهب حقيقي جو خش البريه الجوانيه. فقال: ده مش صوت واحده ست ابدا، ده صوت من عند ربنا ان انا اتنقل واخش البريه الجوانيه. دخل البريه الجوانيه، وطبعا خش البريه الجوانيه وعايش لوحده. الشيطان كان بيخاف منه، قال لك: ازاي ده واحد هيجي؟ ده الناس كلها هتتبعه، فانا اعمل كل جهدي عشان احب. مره من المرات دخل قفل على نفسه في تربه، والشيطان الشياطين ضربته ضرب جامد جدا. حتى هو بيقول: انا ضربت ضرب الشياطين ده ما ضربتوش، صعب جدا. والراجل اللي كان بيزوره وكان بيجي له كل ست اشهر واحد ياخد منه القفف ويدي له اكل عيش وملح وكده وينزل، وجي لقاه بين الحياه والموت. قام خده ورجعه الكنيسه بتاعت القريه. فقام في وسط الليل وقال: انتوا سايبيني فين؟ قالوا: انت في الكنيسه، الناس بتعيط عليك. قال: ده مات. قال لهم: لا، ودوني تاني للمقبره. دخل المقبره وقفل على نفسه، قال لهم: انا اهو، لو ربنا اداكوا سلطان عليا انا هقف قدام مشيئه ربنا، وقال لكم تحاربوني مش هقف قدام مشيئه، لكن لو ربنا ما ادكوش اسورتي عليا اصغر واحد فيكم يحاربني. فالشياطين تعرف التواضع كانت بتعمل ايه، تتحرق وتجري منه. حربته كتير جدا الشياطين. اول حاجه كانت حربته بيها ان هي عملت له ايه؟ قالت له: انت انطونيوس الغني اللي كان عندك 300 فدان، شايف نفسك مبهدل ومهلهل ومش نافع. وده بالظبط في راهب في دار الانبا انطونيوس ابونا العازر. الراجل ده كان دكتور في الجامعه، هو روسي وكان استاذ الحاد. انا شفت قصته وقريتها. كان استاذ الحاد وكان بيدرس الحاد. واو. وكانت امه بيحبها جدا، وامه كان عندها الكانسر. وكان بيحب امه جدا، وقعد يسال ربنا اعمل ايه. يعني العذراء ظهرت له وقالت له: اعتبرني انا امك. وشافت له امه، والراجل ده ساب كل حاجه وراحت تراهبن في دار الانبا انطونيوس. والانبا انطونيوس اللي كتب التزكيه بتاعته واداها له، فلما راح الدير قدمها للانبا يوستوس. وشفت كانوا كاتبين عاملين عنه في التلفزيون هنا اذاعه من الاذاعات جايباه، والمذيع بيتكلموا بالانجليزي، هو كله انجليزي. قالت له: انت يعني مش شايفاه لابس تراب وعايش في مغاره؟ قالت له: ايه ده، انت كنت دكتور في الجامعه، ايه البهدله دي؟ قالها: البهدله ان احنا كنا بره بعيد عن ربنا. كلام قوي جدا. هو ده اللي حصل مع الانبا انطونيوس. وشتين كانت بتحاربه كده، تقول له: واحد 300 فدان، واحد غني جدا، واحد اعظم واحد في المدينه، وكل الفلوس دي وكل ده، ما كنتش هتشتغل، تعيش كويس طول حياتك وتسيب وتبقى متبهدل كده. كان يقول لهم: دي لو دي البهدله حقيقي انا هفضل طول عمري كده. مره جميل اللي هو مش شايفين اللي احنا شايفينه، مش شايفين اللي اي حد شايفه. يعني هو احنا شايفين صحراء وحيوانات صعبه ويعني وحده فظيعه، بس هم شايفين، لا، هم شايفين حياتي مع ربنا وانا لوحدي معاه ومش عايز حاجه تانية من الدنيا كلها. والتعزيات اللي بيشوفوها، يعني لما تحسي ان كل حاجه بيعوزها ربنا بيجيبها له، حاسه ان واحد بياخد باله منك، انت مش لوحدك. احنا بنشوفها لوحدنا عشان احنا قلقانين نرجع نجري على العالم. زي ما انت بتقولي كامب 3 4 ايام بنروح، لا انا عايز اروح البيت. طب انا يعني عارف ايه يعني واحد عايش على تراب. ايوه. الباب ما بيتقفلش، ما فيش لوك على الباب، ما فيش نور. بص للشباب بتاعنا دلوقتي يقدروا يعيشوا من غير موبايل فون.
امال الناس دي كانت عايشه ايه؟ لا كان عنده تليفون لاسلكي مع ربنا، يرفع ايده ويصلي ربنا بيستجاب. انا تليفوني باظ في مصر يا ايهاب، بقى لي 3 اسابيع مش حاسه ان انا بقيت ايسوليتد، يعني في حته ثانيه والدنيا كلها في حته. ولعلمك لما احنا الميديا والتلفزيون والحاجات دي بتضيع وقت مننا رهيب، فالناس دي ما عندهاش وقت غير لربنا. وعلى فكره الانبا انطونيوس كل اللي كان عنده في المغاره ايه؟ الانجيل. أيوه. طبعا ده واحد اتنقل ماشي في جبل مش هيشيل كتب على كتفه، ده كان انجيله مكتوب بخط الايد. أيوه. بس عاش طول حياته يقرا في الانجيل ويتامل فيه. يعني لدرجه انه بيقولوا اللاهوت بتاع القديس اثناسيوس اللي خده يرد بيه على اريوس كان متعلمه من الانبا انطونيوس لما كان بيقعد معاه ويتامل معاه في الانجيل. ما كانش في كتب تفسير، ما كانش في حاجه، ما كانش اي حاجه. لدرجه مره الفلاسفه راحوا زاروه، لما كانوا بيقعدوا معاه كان بيفحمهم بالكلام. فكانوا بيقولوا له، يعني كانوا بيسموه الاجنرت، اجنرت يعني جاهل عشان ما بيعرفش اللغه اليونانيه. كان هو متعلم لغه قبطيه، فقالوا أسنا انطونيوس الجاهل ده ازاي بيرد علينا بالحكمه دي؟ فرد عليهم وقال لهم ايه؟ العقل الاول ولا المعرفه؟ قالوا له العقل. قال لهم طيب العقل هنا، فأي حاجة عايز تعرفها عرفها بالعقل، ولما بتصعب علي حاجة بسأل ربنا بيقول لي عليها. كانوا بيقعدوا كده جنبه. كانوا نتكلم معاه ازاي؟ بيتفهموا. ما يقدروش. كانوا بيقعدوا جنبه بيتفهموا. نكمل حروب الشياطين عشان دي كتير. لا مش كتير، بس ده بعد كده كانت الشياطين اللي بتخاف منه. هي اللي ابتدت تخاف منه. ماشي مرة في الطريق ولقى الشياطين في الصحراء عمالة تعمل فخاخ للناس، فربنا كان مديله عين بصيرة انه يشوف. فشاف كل الفخاخ بتاعت الشياطين، فقال له يا رب مين اللي يهرب من الحاجات دي؟ قال له صوت من السماء، قال له المتواضعون. فعشان كده هو كان بيركز في الكلام ده وكان متواضع جدا. وهو ماشي ابتدوا بقى يحاربوه بأخته. أختك دي ربنا هيحاسبك عليها، ده زمانها بتعيط عشان لوحدها، ده زمان مش عارف ايه، ربنا وربنا هيسيبك يرشم الصليب ويصلي يتحرق ويجرى. مره تانية يحاربوه بفكر الزنا والشهوه، يهوى يرد عليهم يقول لهم طب لو عملت كده طب والجحيم هيبقى شكل ايه في الجحيم؟ يبص للجحيم وعذاب الجحيم يهربوا منه. مره تانية عملوا هيصه جامده جدا، عملوا هيصه وزيطه وزعيق وبتاع، وقف كده وقال لهم انا شايفكم عمالين تتجمهروا عليا زي المديحه، مالكم تتجمهروا كلكم عليا؟ ده انا اصغر من اقل واحد فيكم، حقيقي لو عندكم سلطان عليا اصغر واحد فيكم يجي يهزمني، انتوا جايبين كل الجيش بتاعكم ده ليه؟ ده انا لوحدي قد كده. كانوا عشان هم ما قدروش يقفوا قدام الطالع، كان يحرقهم. كان بيقول لهم ايه؟ عجبا منكم كيف تجعلون لي مقدارا وتحتلون في سكوتي مع إني ضعيف عن مقاومة أصغركم، ابعدوا عني وعن ضعفي أنا المسكين والتراب والرماد. أول ما يقول لهم كده مرة جوله برضو بشكل أسود، وعمالين يجوله وعمالين يسجدوله وعمالين الشيطان يقول له مفيش حد تعبني اللي أنت أنبا أنطونيوس، عشان يخليه يتكبر ما يردش عليه، يتغاظوا ويتحرقوا. مرة تانية بقى ابتدى الأنبا أنطونيوس، يعني أول مرة قعد ما شافش حد كانت 30 سنة، ابتدى يمل فترة، فجاله ضربة الضجر، فقعد يطلب من ربنا يا رب اعمل ايه؟ فظهر له ملاك. الملاك ده عمل ايه؟ ابتدى يشتغل شوية وعلمه ازاي يشتغل بالخوص، يشتغل شوية ويقف يصلي شوية، يشتغل بالخوص شوية ويقف يصلي شوية. والملاك ده كان لابس القلاصه بتاعت الرهبان ولبس الرهبان. ومن ساعتها الانبا انطونيوس لبس اللبس ده، وابتدى يتعلم انه بس مش يفضل يصلي طول النهار، لا يشتغل شوية ويصلي شوية. وده اللي الأديرة كلها بتاخده دلوقتي. أيوة. ان هي بتمشي على نفس النظام ده، ان هي برضو بتشتغل شوية وبتصلي شوية عشان ما يتضربوش بالضجر. وكل ده برضو اللي أسسه الأنبا أنطونيوس. الخبرة بتاعته في كل الشياطين وكل الحاجات دي خليته ايه؟ يعلم التلاميذ بتاعه. برضو كانوا يجوا الشياطين. مرة ماشي هو في الطريق ولقاهم رمين له الفضة في الأرض كده، رمين له فضة. فقال لهم لتكن فضتكم للهلاك، عشان يخلوه يبص للفلوس والفضة ولا حاجة تقوم تتبخر. وكل ده كان بيساعده التكشف بتاعه برضه في الصيام. يعني أكتر بيقولوا كان نباتي ما يأكلش أي لحوم خالص،
كان هو العيش والملح والخبز والملح، وده اللي كان بياكله اكتر حاجه كان ياكلها. وبعد كده حصل ايه؟ ابتدى بقى عمل ايه لما الشياطين ضربته علقه جامده؟ ابتدى يصلي ربنا، قال له يا رب انت فين؟ ده انا ضربوني علقه خلصوا عليا. لما رجع المقبره وقعد يصلي الرب نوري وخلاصي الرب حسن حياتي، فابتدوا يهربوا. فقال له ربنا يا رب انت شفتهم ضربوني وضحضحوني، انت فين يا رب؟ قال له ايه؟ فقائلا للرب اين كنت؟ لماذا لم تظهر من البدايه لترفع عني الامي؟ فربنا رد عليه قال له ايه؟ كنت هنا يا أنطونيوس، لكنني انتظرت لأشاهد جهادك، فإنك إذا صمت ولم تستسلم أكون لك على الدوام وأجعل اسمك معروفا في كل مكان. كان ربنا بيبقى معه على طول، كان لما يطلب ربنا يلاقي ربنا واقف معه على طول. ابتدى قعد قافل على نفسه 30 سنة، الناس كلها عمالة تخبط عايزة مين أنطونيوس ده، كان حاجة كبيرة جدا في العصر، عايزه تعرف مين أنطونيوس. يعني كنا عارفينه في وقت حياته بقى غير الأمر. معروف، ما هو من اول ما خرج اتنقل من مكان واتنقل من مكان واتنقل من مكان. وده اول واحد. وازاي انت عارفه يعني واحد في البريه 30 سنه وابتدى ربنا اداله موهبه شفاء الشياطين، شفاء الامراض، وموهبه اخراج الشياطين، وموهبه علم الغيب، واداله مواهب كتير جدا. فالناس كلها عايزه تروح زي ما انت كنت بتقولي تعرف. كنا بنشوف ابونا رفائيل والناس كلها عايز تاخد بركته، كانت الناس عايز تعمل كده، لدرجه ان هم زقوا بقى الباب افتح لينا بعد 30 سنه. طلع بيقولوا كانه قادم من الفردوس، وشه منور اكنه قادم من الفردوس، وشه بشوش، جسمه ما كانش تخين قوي ولا رفيع قوي، كان باش واحد قافل على نفسه ما عملش اكسرسايز ما عملش اي حاجه، لكن جسمه كان كويس وكان باش، وباش الوجه مش كئيب، لا مبسوط وبيضحك وبيتكلم عادي جدا مع الناس، وشه بيقولوا منور اكنه خارج من الفردوس. الانبا اثناسيوس قال عليه مره ايه؟ من من الناس كان مضطرب القلب او مر النفس ويرى وجه الانبا أنطونيوس الا ويمتلئ سلاما. اي حد. في مره من المرات زاروا ثلاث رهبان، اتنين عمالين يسالوا الانبا أنطونيوس اسئله، واتنين عمالين يسالوا اسئله ويسالوا اسئله، فبيقول للثالث انت ما بتسألش، انت مش جاي معهم. قال له يكفيني مجرد النظر الى وجهك يا ابي. يعني قاعد ابص على، كان حاجة عملاقة وحاجة رهيبة جدا. ابتدى بقى حربه الفكر اللي هو ما فيش حد في العالم. لما كان سنه 90 سنة ابتدى ربنا قال له بقى انت لا تروح تشوف الانبا أنطونيوس، واحنا اتكلمنا على قصة الانبا أنطونيوس معاه. الانبا بولا بقى. الانبا بولا. الانبا أنطونيوس قال له اتكلموا على الانبا بولا، قال له تروح معه. نزل الانبا أنطونيوس مرتين في حياته للعالم. يعني هو ما كانش يعني كان يعني راجل فيري فليكسبل، مش عشان هو في الجبل ما ينزلش ابدا، لا لما الخدمه احتاجت والناس طلبت منه، لما كان في اضطهاد جامد جدا على المسيحيين نزل عشان يستشهد. لما نزل للعالم عشان يستشهد ربنا ما سمحش باستشهاده، كان بيزور المسجونين ويثبتهم ويقعد معاهم ويقويهم على الايمان، والناس كتير كانت بتستشهد ربنا سمح. رجع تاني لما جت هرطقه اريوس، برضو جه القديس أنطونيوس نزل عشان يعضد البابا اثناسيوس، فنزل العالم عشان يعضد البابا اثناسيوس، وقال ان البابا اثناسيوس على حق، وان اريوس الهرطقه بتاعته ان الابن غير مساوي الاب دي غلط. تكلمنا عن رجوعه ونياحته. حصل ايه بقى بعد كده؟ الانبا أنطونيوس لما نزل مصر برضو زار حد كان مهم قوي، كان ديداموس الضرير. وراح قعد معاه شويه، كنا قلناها برضو القديس ديداموس. بس عايزين نفكر بيها مشاهدين عشان ناخد كل انبا أنطونيوس. فلما زار ديداموس الضرير فساله سؤال، قال له يا ديداموس هل انت حزين لانك فقدت البصر؟ كان ديداموس الضرير ده كان راجل جبار عملاق، كان مدير مدرسه الاسكندريه. في ايام البابا اثناسيوس، يعني تبين قوه الراجل ده. قال له انت حزين علشان فقدت بصرك؟ فما ردش عليه. قال له انا بستغرب انك حزين عشان فقدت بصرك اللي بتشترك فيه مع الحيوانات والنمل والحاجات دي، لكن ربنا مديك بصيره روحيه تشوف بيها السماويات. كانت حلوه قوي. وصلى معاه وقعد معاه فتره. لما جه يرجع اسكندريه الناس مسكت فيه وقالت له لازم تقعد معانا.
قال لهم قول حلو أولا، قال لهم إن الراهب مثل الشمع، إن الشمع يذوب إذا اقترب من النار، هكذا تضمحل فضيلة الناسك إذ دنا من العالم. يعني لو الراهب إن الشمع يذوب إذا اقترب من النار، حط الشمع جنب النار هيسيح، لكن الراهب لو قعد في العالم الفضيلة بتاعته إذ دنا من العالم، فضيلة النساك تضمحل. في يوم من الأيام كان في واحد بيضطهد المسيحيين جامد قوي، أريوسي، ويضطهد المسيحيين. الأنبا أنطونيوس بعت له جواب، الراجل ده قعد يضحك وقام رمى الجواب وتف عليه ورمى في الأرض. الراجل ده قعد 3 أيام ومات بعدها. ومات بعد الأنبا أنطونيوس قال له فوق، كفاية اضطهاد للمسيحيين، ما اسمعش الكلام، وبرضه اضطهاد المسيحيين. حصل انه نياحة الأنبا أنطونيوس لما جه وقت نياحته، جاب 2 رهبان مقربين منه قوي وراح زر كل أديرته والرهبان بتاعته. بيقولوا كان في حوالي 3000 راهب تحت ايده قريب منه جدا، وهو رهب او كان مسؤول عن حوالي 100,000 راهب. مئة ألف راهب، ده اي راهب في العالم كله هو طالع من تحت ايد الانبا انطونيوس، متعلم من اقواله ومتعلم من طريقته ومتعلم من سيرته. الدير بتاع الانبا انطونيوس العامر دلوقتي اتخرج منه 8 بطاركة، اسقفه كتير قوي طبعا، كل يوم والتاني بيطلع اسقفه، لكن هو اتخرج من دير الانبا انطونيوس العامر 8 بطاركة. ناخد بعض معجزات الانبا انطونيوس. تحب نتكلم عن المعجزات؟ معجزات احنا سمعنا معجزات يعني بيرسونلي، ما حدش اتكلم لسه، بس سمعنا بيرسونلي معجزات. حكايه التليفون يعني. اول معجزه، في واحد صديق لينا اسمه انطونيوس، مامته ما كانتش بتخلف، كان كل ما تيجي تبقى حامل الولد ينزل قبلها. فابتدت تتشافى بالانبا انطونيوس. الانبا انطونيوس ظهر لها وقال لها البيبي اللي جاي تاني هيبقى ولد. فخلفت وسمته انطونيوس، قعدت تصلي عشان تخلف تاني. فالانبا انطونيوس ظهر لها وقال لها مفيش عيال تاني، هو ده البيبي الاول. بقت حامل تاني، البيبي التاني سقط. فظهر لها وقال لها انا مش قلت لك هو كان واحد بس اللي هو انطونيوس؟ وظهر الست. كان في برضو معجزه حصلت في بلد اسمها متغمر، عمي حكاها لي دي. كان في واحد اسمه عم وديع، الراجل ده كان راجل عنده 60 سنة وجاله القلب وكان تعبان جدا. فكان في رحله طلعت دير الانبا انطونيوس، فهم مسافرين وصلوا عند الجيزه، وبعد كده قال لهم انا قلبي تعبان، انا تعبت، لا رجعوني انا مش هقدر اكمل. قالوا له يا عم صلي وادوا له الدواء بتاعه وان شاء الله تبقى كويس. راح الدير لقى فيه قوه كده، قال انا عايز اطلع المغاره. راح المغاره بتاعت الانبا، كانت يعني الكلام ده زمان قوي يعني من قيمه 30 40 سنه ولا حاجه. المغاره كانت طولها بتاعها صعب، دلوقتي المغاره طلعها صعب، انا طلعتها كانت صعبه، كان طلعها صعب. فشوفي بقى زمان بقى كان شكلها ايه، طالع المغاره وطالع المغاره وطالع المغاره لحد ما وصل فوق، وقال دي مغاره الانبا انطونيوس، وده الرمل اللي كان بيدوس عليه الانبا انطونيوس، ودي المكان اللي كان بينين في الانبا انطونيوس، وخد شويه من التراب حطهم في ميه وعملهم وشرب. الراجل ده يحس بتحسن جامد جدا، ومن 60 سنة عاش لحد 86 سنة، وكان بصحة كويسة، وكنت أعرفه شخصيا كمان. برضو في قصة تانية، كان برضو واحد اسمه أنطونيوس، كان الأب خلف بنت الأول وخلف بنت تانية، جات الأم حامل في التالت، قال لا احنا نسقط احسن يطلع بنت تانية ولا حاجة. راح للدكتور، والدكتور كان مشهور قوي، يعني الشخص ده بتكلم عن الناس اعرفهم يعني، الدكتور كان مشهور قوي في ان هو بيسقط، لكن في معاها في الحاله بتاعتها قال لها حرام عليك تموت الجنين، لا روحي، وما رضاش. بعدها بيومين ثلاثه يظهر لهم الانبا انطونيوس ويقول لها هتخلفي وهتجيبي ولد، والولد اللي تخلفه يسموه الانبا انطونيوس، يسموه انطونيوس. كان مره ثانيه في قصه حلوه قوي مع ابراهيم الجهري، يعني القصة اللي حصلت مع إبراهيم الجوهري دي كانت حلوة قوي. كان مرة من المرات إبراهيم الجوهري كان عامل بيروح يساعد الأديرة، وكان ليه ابن وحيد. الابن الوحيد ده كان حصل له إن في مرة من المرات قبل فرحه بوقت قليل ابنه الوحيد تنيح وزعله جدا، وإبراهيم الجوهري زعل ومراته زعلت وبطلوا يروحوا الكنايس،
ومراته قالت له ده بقى اخره مساعدتنا للأديرة واخره ان احنا نساعد الأديرة. ظهر الانبا انطونيوس بالليل ليها وليه في نفس الوقت، وقال لهم بسبب السيره العطره الجميله جدا بتاعت ابراهيم الجهري، ربنا اراد انه ياخد ابنكم علشان ما كانش هيمشي في الطريق اللي هو بتاع ابوه. فخدوا عشان ما يمشيش في الطريق بتاعه. أبا أنطونيوس ليه أقوال حلوة. ليه أقوال حلوة بقى، فتقول لنا قول أو قولين من الأقوال بتاعته المعروفة. قول أو قولين ناخدهم من الأنبا أنطونيوس. أول قول بيقوله الأنبا أنطونيوس إيه؟ إن جلست في قلايتك لا يترك اسم ربنا من فمك أو من عقلك. يعني طول ما أنت قاعد في القلاية بتاعتك أو الحجرة بتاعتك اسم ربنا على طول في بالك. وده اللي خدها بعد كده السائح الروسي اللي هو كان بالصلاة السهمية، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح، ويفضل يقول يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح يقولها قلت. فهو ده من الأنبا أنطونيوس. جميلة والبراكتس حلو، يعني لو الواحد يقول كده يبقى فكره على طول في المسيح، حتى لو اللي هو بيردده كده بس يبقى عارف هو بيفكر في مين، وبينقي يعني الفكر، بينقي الفكر وبيبعد الشياطين. الراجل السائح الروسي كان بيعمل السائح الروسي كان بيعمل كده لحد ما حصل في يوم من الأيام إن هو كان مع النفس بتاعه بيقول يا رب يسوع المسيح ارحمني الخاطئ. طيب احنا دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني ونكمل معاكم الحلقة الجميلة دي. فاصل ونرجع. Thank you.
نرجع لكم مرة تانية، والنهاردة الحلقة على الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، يعني يعتبروا عمالقة ما ينفعش ما نتكلمش عليهم طبعا. وما نتعلمش منهم وما نعرفش هم مين. لا، والوقت بتاع الحلقة جاي يعني في معاد الأنبا بولا. أيوه. وجاي في معاد الأنبا أنطونيوس. فلازم طبعا ما نسيبش كده فرصة حلوة ما نتكلم على أباء البرية بالظبط. واحنا بنتكلم دلوقتي على وقت الحلقه، احنا عايزين نفكركم بمواعيد الحلقات علشان في كتير قوي بيسالونا، وبالذات لما رحت مصر على فكره بيسالونا كتير قوي، بيقولوا لنا المواعيد اتغيرت. هي المواعيد ما اتغيرتش قوي برضو، هو احنا علشان الوقت عندنا اتغير، الساعه اتقدمت او اتاخرت فالمواعيد بتتغير. فهرجع اقول لكم بس المواعيد في سيدني وكاليفورنيا ومصر علشان تبقوا متابعين معانا. مواعيدنا في سيدني اللايف يوم الجمعه الساعه 6:30 بالليل، يوم السبت الساعة 9 بالليل و9 صباحا برضو، ويوم الحد الساعة 7 مساء. في كاليفورنيا بتبقى يوم الجمعة الساعة 2 بعد الظهر، ويوم السبت الساعة 2 صباحا والساعة 6 مساء، ويوم الحد بتبقى في منتصف الليل، واللايف شو بيبقى يوم الخميس الساعة 11:30 بالليل. وفي مصر عشان في كتير قوي منكم بيسأل على مصر، اللايف شو بيبقى يوم الجمعة الساعة 9:30 صباحا، ويوم السبت في منتصف اليوم، ويوم الجمعة في ميد نايت، ويوم الحد الساعة 10 صباحا. اوكي، نرجع تاني بقى ونتكلم عن الأنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس ليه قولة حلوة قوي، بيقول اتعب نفسك في قراءة الكتب. طبعا اتعب نفسك في قراءة الكتب، كان هو بس كتاب واحد اللي عنده كتاب مقدس. يعني بيقول لما تقرا الكتاب المقدس اتعب نفسك، اقرا على قد ما تقدر. اقرا بفهم وطبق اللي بتقراه. احنا عندنا المعلومات في كل حته بس مش بنعيش اللي بنقراه. فهو الانبا أنطونيوس كان القول بتاعه لاولاده كده، اتعب نفسك في قراءه الكتاب المقدس. ما اصل هو اول واحد جرب كده، ما هو لما كان سمع الشماس قال له اذا اردت ان تكون كاملا بيع كل اللي عندك وتعالى اتبعني. أيوة. فحاجة واحدة أثرت فيه واسمها فهم، غيرت حياته كلها، عملته الأنبا أنطونيوس. طيب نتعلم إيه بقى من حياة الأنبا أنطونيوس وحياة الأنبا بولا؟ أول حاجة الأنبا أنطونيوس الأنبا بولا، لو أي حاجة عايزين نتعلمها محبتهم لربنا. محبة الأنبا أنطونيوس كانت قوية جدا لربنا، لدرجة إن قال لأولاده يا أولادي أنا لا أخاف الله. قالوا له ده كلام صعب يا أبي، إزاي تقول أنت بتخافش ربنا؟ قال لأني أحبه. والمحبة تطرد الخوف خارجا، يوحنا الأولى 4:18. واحد وصل لدرجة علاقة قوية جدا بيحب ربنا، وينطبق عليه الآية اللي بتقول معك لا أريد شيئا على الأرض. قافل على نفسه 30 سنة والتاني 90 سنة مش عايز يشوف إنسان، دليل ان محبتهم ربية قوية، مش عايز اي حد يشترك معاهم. على نفسنا يوم بنتعب، يوم مقدرش نقفل على نفسنا، لو قفلنا على نفسنا التليفون ما بيبطلش، التليفون ما بيبطلش، التلفزيون ما بيبطلش. فدول ناس حبوا ربنا لدرجة مش عايزين معاه حاجة تانية على الأرض. محبة الله، يا أولادي أنا لا أخاف الله. ليه يا أبي؟ لأني أحبه. طب أيوه اتفضل. الأنبا بولا نتعلم منه التجرد. أيوه. والأنبا أنطونيوس نتعلم منه التجرد. مفيش أي حاجة كانوا متعلقين بيها. أول حاجة بعدوا الفلوس عنهم عشان مفيش حاجة تربطهم بالأرض. تاني حاجة أخته ودها الدير عشان مفيش حاجة تبعده عن ربنا. تالت حاجة الناس بعد عن الناس. رابع حاجة الأكل بعد عن كل ده. زهد في كل حاجة، تجرد من كل حاجة، الميراث، الأولاد، الحاجات، تجرد من أي حاجة علشان يركز مع ربنا. الأنبا بولا كان عنده تكريس القلب والرب بس، مش عايز مع حاجة. بعد عن كل حاجة 90 سنة. يعني عارفة في ناس هنا بيموتوا بالبطيء لما حدش يتكلم معاهم. لكن دول عشان ما عندهمش العلاقة مع ربنا. يعني عارفة يعني الصبح يصحى الصبح في واحد بيحبه عايز يكلمه يقول له أخباره إيه. يعني واحد بيحبه الكلام معه، عشان كده ما كانش بيزهق، عشان كده ما كانش محتاج ياخد الحب من أي حد تاني.
عشان كان معاه الحب مع ربنا. كان مهتمين جدا بالكنيسة. يعني هم ما كانوش منفصلين على العالم يقولوا ما لناش دعوة بالكنيسة. لا ده غلط. كان مهتمين بالكنيسة بدليل على أنه أول حاجة الأنبا بولس سأل على الأنبا أنطونيوس قال له إيه؟ قال له أخبار البابا أثناسيوس إيه وهرطاكيت أريوس. ونبص الناحية التانية الأنبا أنطونيوس كان مهتم جدا بالكنيسة. أول ما لقى الهرطاكة بتاعت أريوس تنتشر ساب الوحدة بتاعته ونزل عشان يعضد البابا أثناسيوس. فكانوا مهتمين جدا بالكنيسة. كان اهتمامهم قوي بالكنيسة. مش أنا مفصول ماليش دعوة. ماليش دعوة بساندي سكول. ماليش دعوة بالهرطاكة. ماليش دعوة مين يقول إيه. لا. أنا في مكاني لكن قلبي مشغول بالكنيسة. حتى لو ما عملتش حاجة أصلي بالكنيسة. ثالث حاجة كان مهتمين بالمجتمع اللي هم فيه. الأنبا بولا قال إيه؟ قال له أنهي حكومة ماسكة دلوقتي؟ هل النيل بيفيد والناس بتاكل والناس مبسوطة ولا لا؟ كان مهتم بالناس. ده ما يقولش إن أنا عشان أنا في الوحدة أبقى معزول أو منفصل عن الناس. لا. وبعدين هم مش مجرد اهتمام بالنفس. يعني مش مجرد ان هم واخدين بالهم من نفسهم وعايزين يبقوا مع ربنا وناسين الدنيا باللي فيها. لا هم ناسين الحاجات والشهوات والحاجات اللي مش حلوه في الدنيا. بس وقت ما الكنيسه تحتاجهم بيبقوا موجودين وبيساعدوا. وبعد كده غير كده يعني الصلاه كان ربنا بيقول للانبا انطونيوس ده من اجل صلوات الانبا بولا انا بنزل المطر والنيل بيفيد وبرفع الامراض عن البلاد. من صلواته. يعني ده بيصلي لكل الناس ويصلي للبلد ويصلي من أجل الزروع والعشب ونبات. بيصلي من أجل كل حاجة وصلواته مقبولة عند ربنا وبسببه. طيب تقول لنا يا إيهاب إزاي أنت بتكلمنا على إزاي الاثنين نسيوا العالم تقريبا بصفة يعني كاملة ونسي كل حاجة. بس إزاي ربنا ما بينساهمش؟ يعني إحنا شفنا في كذا مرة إن هو ربنا مش نسيهم يعني لأبسط احتياجاتهم. يعني عايز أقولك بالضبط يعني كان عندهم إيمان قوي جدا إن ربنا واخد باله منهم وعينه عليهم هو مخصوص هو لوحده. يعني لدرجة إن ما توقعوش إن في يوم من الأيام ربنا هينساه. ما توقعش في يوم إنسان من الأيام إن وحش هيأذيه عشان أنا في إيد ربنا. ما توقعش في يوم من الأيام إن الجبل ده ممكن يقع عليه أو أسد يأكلني أو مش هلاقي مية أو مش هلاقي أكل. ما توقعش. كل ده عنده إيمان قوي إن ربنا سندني وربنا واخد باله مني. لو أنا في البيت لو أنا في وسط الجبل لو أنا في وسط الوحوش زي ما دانيال ربنا قادر يسد أفواه الوحوش. كان عنده إيمان جبار. طب تقول إيه للناس بقى اللي هم يعني إخواتنا اللي بيصلوا كده وإحنا اللي بنصلي ساعات وبعدين شاكين أصلا ربنا سامع لطلباتنا اللي إحنا بنطلبها منه. يعني بنقول له يا رب أنا يعني عايز كذا 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 بس إيه ده يا ربنا ما سمعنيش هو موجود يعني سمعني يا رب ولا مش سمعني ولا لا لا بقوله ده يعني عارف. أنا 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 كل ما بص للقصة بتاعت الأنبا بولا أنبا أنطونيوس دي ويعني على إيمانهم ربنا كان بيعمل حاجات كتير. دي بتفكرني بقصة لسه يعني كنت قريها الأسبوع ده. واحدة ست ابنها حصلت له حادثة جامدة وكان بين الحياة والموت. نقلوها المستشفى على طول. الست دي من اسكندرية. والست قاعدة تعيط فواحدة جت جنبها قالت لها إيه اللي حصل؟ قالت له ابني حصل له حادثة جامدة قوي. الدكتور قال لها الحادثة قوية لازم نروح نجيب دكتور من بره جاي مخصوص يعمل عملية. فالست قالت لها على ما يبتدوا العمليه الكنيسه اللي جنبك دي في واحد كاهن بركه اسمه ابونا بشوي روحي صلي له. ابونا بشوي ده صلى لابني كانت رجله مكسوره وربنا شفاه. فالست جريت على الكنيسه قلت لهم انا عايز اشوف ابونا بشوي. لقيت واحد قاعد كده وليه دقن وبتاع وراحت بست ايده ورجله قالت له قول لابني ربنا هيشفيك. فكان في الوقت ده بيعملوا ايه؟ بيتدربوا على مهرجان الكراسه وبيعملوا مسرحيه. والولد ده كان ولد من الاولاد اللي هي الشباب اللي كان بيمثل. فما لحقوش يقولوا للست. الست داخله بتعيط والست جريت على ايد ابونا وبتبوس ايده ورجله وتقول له صلي لابني وقول انه ابني هيتشفي. قال لها ست ابنك هيتشفي. الولد بيضحك ما مش هنا خالص. الست راحت المستشفى وقبل ما يخشوا اوضه العمليات الراجل اللي هو البروفيسور اللي جابوه من المستشفيات الثانيه يعمل عمليه قعد يبص لأشعاعات ويبص لحاجات قال لا احنا ممكن نبتدي بالعلاج ونبتدي بكذا ونبتدي بكذا والولد هيبقى كويس. ما تعملتش العملية وابتدى الولد يتحسن.
طلعت بره عشان تشوف الست، تقول لها انا رحت لابونا بشير وصلى الواد والواد بقى كويس. قالوا لها ست ايه اللي كانت هنا؟ قالت لهم ده في ست هنا وابنها جاي في رجله مكسوره. قالوا لها بقى لنا 4 ايام مفيش حد جه لينا رجله مكسوره. قالت طب انا رايح لابونا بشوي اشكره ان ابني بقى كويس. تروح تدور عليهم تلاقي الواد قاعد، جت بتقول له ما اشكرك ان انت صليت لابني وبقى كويس. قال لها يا ست انا عايز اقول لك الصراحه، انا ما قدرتش اقول لك، انا مش كاهن، دقني اهي شال دقن، انا يا ستي بمثل دور عشان عندنا حفله بتاع. ست وقفت تبص كده وقعدت، فخادم بيشرح لها قال لها انت على ايمانك ربنا شفى ابنك. ايمانك القوي ده اللي خلى ربنا يشفى. ايمانهم القوي ان ربنا واخد باله منهم وان ربنا واقف معاهم وربنا مش هيسيبهم حتى في وسط الوحوش، هو ده اللي خلى ربنا سندهم. فهي مسألة إيمان، وأنا رافع إيدي كده ربنا، هل أنا معتقد أو متأكد أو أيكون ربنا بيسمعني ولا لا؟ ده مسألة إيمان. أنت عارف الصورة الحلوة كمان اللي يعني من الحكاية اللي حكيناها النهاردة دي وقلنا عليها؟ دي رائعة، دي قصة رائعة. الصورة الجميلة بقى إن هو إيه؟ النص خبزة دي بقت خبزة كاملة ساعة لما الأنبا أنطونيوس راح يشوف الأنبا. يعني شوف ربنا قد إيه عنده attention to details، يعني الحاجات البسيطة اللي إحنا بنحس بيها يعني. وممكن الاثنين ما كانش في دماغهم خالص. بالظبط. أو يمكن الأنبا بولا قال ده لو جات لي نص خبزة. لا ربنا قال له لا. ده هو أنا باخد بالي منه. وباخد بالي منك كمان. الحاجات الصغيره وهو جه زارك يطلبها. مش هياكل الاكل بتاعك. ده انا هجيب له من عندي، انا هجيب له حاجه زياده. ده حاجه رائعه. جميل. حاجه ثانيه برضو، لو نبص في قصه حياه الانبا انطونيوس، هل الانبا انطونيوس بانه ترك العالم وفلوسه وبيته واخواته ولا اخته ولا كان هيتجوز ولا كل ده خسر ولا كسب؟ طبعا ده 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 ربنا في الانجيل بيقول اللي بيعمل كده، اللي بيترك أبا أو أما أو إخوة أو إخوات أو زوجة أو مقتنات من أجلي يأخذ 100 ضعف زائد ملكوت السماوات. وهو عمل كده، ساب 300 فدان، ربنا اداله الأرض كلها والسماء. ساب أخته، ربنا اداله إخوات كلها رهبان. ساب لو كان اتجوز كان عنده 3-4 عيال مثلا، كل أولاد الأنبا أنطونيوس. أنا متهيألي الواحد يبص كده الأنبا أنطونيوس داخل الملكوت ولا، وكل اولاده الرهبان داخلين وراه. حاجه رهيبه. بسبب واحد خسر، ما خسرش، ده كسب. شهره، ما فيش اشهر من الانبا انطونيوس. اسامي كنايس على اسمه، ما فيش اكتر من الانبا انطونيوس. فالانبا انطونيوس اللي بيترك حاجه من ربنا هو اللي بيستفاد. طبعا. مش فصدقيني لو نبص في القصه دي، قصه كباره جدا. ازاي واحد زي كده ساب 300 فدان ياخد حياه ابديه وياخد اسم عطر لينا كلنا وياخد الناس كلها تتلمس؟ ده قصته بتتوب ناس خطاه وعطاه كمان. فبنلاقي حاجه رهيبه يعني. وبعدين هو مش معتمد على نفسه في اي حاجه خالص. يعني واحد عايش قاعد في الصحراء ومش معتمد ان هو على نفسه ان هو يلاقي اكله ولا يلاقي شربه ولا يشوف ان حد يحميه ولا، يعني اعتماد كامل على ربنا. وربنا اكنه، انا متهيألي بالظبط كده، اكنه طفل كده ربنا بيدلع فيه. عايز تاكل هبعت لك اكل. عايز حمايه انا بحميك. الوحوش انا هخليهم تيجي اسخرها، انت اللي تشغلها. انا هسخر الوحوش انها تيجي تخدمك. عايز تعمل تومب للانبا بولا مقبره، انا هخليهم يشتغلوا. عايز ايه وانا ما اعمله لك. الضبعه كانت بتيجي، كان ده مره من المرات سافر من بلد طار، من بلد كان ابن ملك الفرنجه ليه بنت عيانه، وطلب الانبا انطونيوس، لقابل جسد جاله وشفى البنت قبل ما الرسل ترجع تاني وتقول له الانبا انطونيوس جاي. وهو قاعد مع الحارس بتاع القصر، ضبعه او خنزيره جت واولادها عمي جابتهم له تحت رجليه وصلى عليهم وشفاهم. الحيوان عارف ان ده فيه صوره الله، عارف انه يقدر يعمل كده. اخر حاجه قبل ما نخلص، الانبا انطونيوس كان يتعلم من كل اللي حواليه، ودي ميزه حلوه جدا. في ناس بتبقى فاكره نفسها انها اكبر من التعليم. الانبا انطونيوس اتعلم من الجسد بتاع ابوه اللي ما بيتحركش. الانبا انطونيوس اتعلم من الست اللي قالت له روح خش في البريه. الانبا انطونيوس كان بيتعلم من كل حاجه حواليه. شاف الانبا بولا اتعلم منه، كان النساك اللي بره في البلد بتاعته قبل ما يخرجوا او ما يخرج للوحده اتعلم منه.
يعني احنا قدام راجل عظيم الانبابولس وراجل جبار الانبابول، بركه صلاتهم وشفاعتهم تكون معانا ان شاء الله دايما. بشكرك يا ايهاب ان انت جبت الشخصيتين دول وكلمنا عليهم النهارده علشان نعرف يعني حياتهم بصوره قريبه شويه لينا ونعرف هم مين وما ننساهمش ابدا. ميرسي يا ايهاب، وان شاء الله نبقى في الحلقه الجايه وموضوع جديد وموضوع جميل. وقبل ما نمشي اعزائي المشاهدين بنقول يا أنبا بولا علمنا ازاي نطمن ونقول الخوف ده ما نعرفهوش. وأنبا أنطونيوس حياتك كتاب مفتوح بيقول مسيحي وربي في قلبي ما سبهوش. نشوفكم ان شاء الله على كل خير في الحلقة القادمة.